والمعاشات هي دعم شركة الكهرباء. أمام هذا الواقع يرى وزير المال الأسبق جهاد أزعور أن على الحكومة اللبنانية أن تضع استراتيجية لموضوع الطاقة والنفط وتعيد النظر بسياسة الكهرباء والشطور ليتم دعم أصحاب الدخل المحدود والمؤسسات الصناعية. هلأ المهم أنك تستعمل هالوضع اللي عم يكون جزئيا إيجابي لمصلحتك، أي تخفض الفاتورة النفطية بطريقة تدريجية من ميل تاني ترجع تعيد النظر بالدعم، بدل ما يكون دعم الكهرباء شامل لكل العالم تركزوا أكثر على القطاعات الانتاجية اللي اليوم يمكن يكون عندها بسبب الأزمة بالمنطقة قدرة أنه تصدر أكثر. لهذا السبب بدك تعيد النظر بسياسة التعرفة للكهرباء، تعيد النظر بسياسة الدعم اللي عم تكلفك حوالي 1.5 مليار دولار، وكذلك الأمر تعيد النظر بطريقة وضع الرسوم على المشتقات النفطية. أما السؤال فهل يستفيد لبنان من مرحلة تراجع النفط قبل أن تعاود الأسعار ارتفاعها؟